أعزائي المشاهدين في كل مكان، بنبث لكم لحظة الحدث الرئيسي للمدينة. السباق هيكون بين أسرع 3 أشخاص قدروا يتجاوزوا كل التصفيات بين سكان المدينة كلهم، وهم أسرع 3 موجودين حاليا. هقدمهم لكم دلوقتي. أول متسابق معنا وهو آدم، والمتسابق الثاني وهو جون، والمتسابق الثالث اللي أول مرة يشارك معنا في المسابقة وهو أبو علي. يس، إيه ده؟ مفيش أي حد شجعني من الجمهور، مش واثقين فيا إن أنا ممكن أكسب. أنا كمان مع رأي الجمهور، ومش شايف إن أبو علي ابن أخويا هيكسب السباق ده. طبعاً المسابقة اللي هيكسب هياخد فيها 200,000 روبوكس من العمدة ذات نفسه، عشان كده مسابقتنا حماسية وتجهيز للمسابقة الكبرى الشهر الجاي اللي هيكسب فيها هياخد 1,000,000 روبوكس. ايه يا جون، الكلام على ايه؟ ما تقولش الكلام ده هنا، احنا في المسابقة، اسكت. اوكي، حانت اللحظة اللي لازم نبدأ فيها المسابقة. كلنا جاهزين؟ 3, 2, 1. لازم اكسب. كلنا شايفين اعزائي المشاهدين المتسابق ادم بيعدي اول حاجز، وراه على طول المتسابق جون بيعدي اول حاجز ليه، برافو. واخر متسابق معانا هو بعلي اللي الجمهور كله متاكد ان مش هيكسب المسابقه دي، برافو، عدى اول حاجز. وفي المقدمه المتسابق ادم بيعدي تاني حاجز ليه، برافو. وراه على طول المتسابق جون كده هيعدي تاني حاجز، ومش هيكون قدامهم غير خط النهايه، برافو، مقربين يكسبوا. حتى اطلع المركز التاني بسرعه. للاسف المتسابق ابو علي بيعمل على الحاجز التاني. كده المتسابق ادم هو اول واحد هيوصل لخط النهايه، برافو، اول متسابق. والمتسابق التاني جون الخسران ويعمل على الحاجز. العاوز يخسر ده ايه؟ طبعا اعزائي المشاهدين، موقف مضحك جدا ان احنا نشوف متسابق بيعمل على الحاجز كده، وكده يكون السباق بتاعنا انتهى. شكرا ليكم في كل مكان، وكده يكون المتسابق اللي كسب هو ادم، والمركز الثاني جون، واخر واحد الخسران ابو علي بوقعته الشهيره في السباق بتاعنا. للاسف كل الناس ضحكت عليا، بس ان انا ادخل السباق اصلا وكل الناس بتتريق عليا، كان لازم اخسر، كان لازم، حطموني من قبل ما ابدا سباقي. بتعمل ايه يا خسران؟ السباق خلص. حتى لو السباق خلص، كملت السباق للنهايه، مبروك. انت تكسبني انا ولا تكسب ادم يا فاشل؟ انا قلت له ما يلعبش معانا السباق، احنا اسرع 2. انتوا عارفين انا هلعب معاكم السباق الشهر الجاي، وهو السباق الكبير اللي مسابقته هتكون بمليون روبوكس، ولازم اكسبه، لازم اكون انا اسرع واحد في المدينه كلها. باي. سمعت يا جون بيقول ايه؟ هو اللي هيكسبنا، عاوز ياخد 1,000,000 روبوكس الفاشل. ده عمره ما يكسبنا ابدا. استنى اما نشوفه بعد 3 ايام واحنا بنستلم الجوائز، هيكون منظره وحش قوي. انا كنت عارف ان ابو علي ابن اخويا هيخسر السباق، انا اقنعته اكتر من مره ان مش اي حلم بيتحقق، هو حلم ان يكون متسابق، لكن ده مش هيحصل، مش كل احلامنا بتتحقق، لازم يعرف ان مش هيكون اسرع شخص في المدينه. اكيد طبعا كلكم عارفين سبب وجودكم هنا بعد السباق بثلاث ايام. مدينتنا الجميلة بروك هيفن بتنظم كل شهر المسابقة اللي انتوا شاركتوا فيها دي، وطبعا الجايزة كانت ب200,000 روبوكس، وهيكون في مسابقة الشهر اللي جاي، وهي المسابقة الكبرى، واللي هيكسب فيها هياخد 1,000,000 روبوكس. ايه ده حضرة العمدة، انا محتاج كرسي، هما قاعدين وانا واقف. انت مالكش مكان اساسا عشان انت خسران. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ملهاش علاقة حضرة العمدة. فعشان كده بس انا مش عاوز صوت، انا هنا العمدة ومسؤوليتي ان انا اديكم الجوائز. وكمان ايه ده، مش انت المتسابق اللي اتشقلبت من على الحاجز؟ انا وقعت يا حضرة العمدة، ما اتشقلبتش. اي حاجة، اهم حاجة لما كنت بتفرج على السباق على التلفزيون ضحكت عليك. او ماي جاد، انا فشلت قدام كل الناس، حتى العمدة بيتريق عليا. اعتقد ان انت مش هتشارك في المسابقة الكبرى بعد اللي حصل لك وكل الناس ضحكت عليك، صح؟ لا طبعا يا حضرة العمدة، هشارك ولازم اكسب، ولازم اكون اسرع متسابق في بروك هيفن. وتتشقلب كده من على الحاجز. انا جايبك هنا عشان لازم تشوف زمايلك الشطار اللي نجحوا في المسابقة، اللي طلع المركز الاول هو المتسابق ادم، برافو عليك، انت فزت معانا النهاردة،
ب 200,000 روبوكس. بجد حضرة العقدة شكرا. يا سلام، خدت 200,000 روبوكس. وانت مش هتاخد حاجة، استنى، والمتسابق التاني هو جون. مبروك عليك يا جون، انت هتاخد جايزة، وهي ان انت كنت مشارك في المسابقة وطلعت المركز التاني. امسك تمثال للعمدة. طيب يا حضرة العمدة، جايزة جميلة، ايه الجايزة المعفنة دي؟ اعمل بقى ايه؟ تمثال للعمدة، اعمل بيه ده؟ مبروك عليك. شكرا يا عمدة. والمتسابق التالت، بعد ما شفت زمايلك وهم بياخدوا الجوائز، انا جبتك هنا مخصوص عشان لو عندك ارادة ان انت تشارك في المسابقة الكبرى، تشوف زمايلك وهي معاها الجوائز وشوف فرحانين ازاي. لكن انت خسران، مش هتاخد اي حاجة. طور مستواك الاول وبعد كده خد جوائز من العمدة ومن مدينتك بروك هيفن. بس انا حضرة العمدة مش عاوز اكسب عشان اخد روبوكس ولا فلوس، انا حلمي اكون متسابق. عشان كده حضرة العمدة، انا هشارك في المسابقة الكبرى الشهر الجاي ولازم اكسبها. باي. الولد ده عنده ارادة غريبة، بس حاسس ان هو فاشل مش هيقدر يحققها، صح يا ولاد؟ سيبوا يا عمدة، اخسره للمرة التانية. ودلوقتي اتفضلوا، مع السلامة، نورتوني، اشوفكم الشهر الجاي، خلينا اكمل شغلي. بديلي تمثال، اعمل ايه بس بيه ده؟ للأسف كل الناس بتتريق عليا، حتى العمدة، عشان انا خسرت، ويا ريت خسرت كده وقعت كمان من على الحاجز. حتى عمي مصطفى اكيد هيتريق عليا بعد الخسارة دي، بس انا لازم اسعى ورا حلمي لحد ما احققه واكون اسرع متسابق في بروك هيفن. يا سلام، كسبت 200,000 روبوكس. لازم اركز على حلمي لحد ما يتحقق. عمو مصطفى، ابو علي، اديك شاركت في المسابقه وخسرت. ايوه يا عم مصطفى، انا خسرت، بس اكيد لازم اكسب في المسابقه اللي هتكون بعد شهر، عشان اللي يكسب ياخد 1,000,000 روبوكس، ولازم احقق حلمي كاسرع متسابق في المدينه كلها. ابو علي، انا شايف ان انت بتضيع وقت في الحلم اللي انت عاوز تحققه ده، عشان كده احسن حاجه ان انت تشتغل معايا في الشركه اللي باباك عملها، وانا بصفتي عمك لازم تكون معايا فيها وتشتغل وتكون حياتك منها. عشان كده سيبك من السباقات والحلم بتاعك الفاشل. بس يا عم مصطفى، انت اخو بابا، المفروض انت تشجعني مش تحطمني ان انا احقق الحلم بتاعي. انا عشان عمك بقول لك الحقيقه، انت لازم تكون شغال في الشركه، مش كل الاحلام دايما بتتحقق. أعزائي المشاهدين، معانا المدرب الكبير حركات حركة متحركة، وطبعا هو مدرب للتأهيل للمشاركة في المسابقة الكبرى وهي مسابقة 1,000,000 روبوكس. مدرب حركات، كلمنا شوية عن تدريباتك. براحتك، بس أنا لصبري حدود، لما أقولك على حاجة لازم تسمعها، عشان كده أنا طالع على أوضتي. أعمل إيه بس؟ إيه ده؟ إيه الإعلان اللي على التلفزيون ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإزيك حدة المذيع؟ أنا بوش الأكاديمية بتاعت التدريب دايما بتطور فيها اللعيبة بقى، لو أنت سرعتك سلحفة أخلي سرعتك بوش أسرع من النملة بقى إن شاء الله. إيه ده؟ مدرب حركات؟ بس النملة بطيئة أصلا، فالمفروض إن أنت تخلي الشباب اللي تشارك معاك في الأكاديمية والتدريب يكونوا أسرع. إيه ده؟ النملة بطيئة صح، النملة بطيئة، أنا لازم أخليهم أسرع من إيه بس؟ أيوة، اشعب الفيل. الفيل بطيء برضو يا حيرة المدرب حركات. ايه ده بقى برضو فيل بطيء؟ هو كان سريع بقى بطيء ولا ايه؟ طب بص بقى، انا ادرب الشباب كلهم اخليهم بص اسرع ناس في الدنيا كلها، اهم حاجه التمن، يجي يشاركوا معانا بقى في التدريبات، والتدريب ب 500 جنيه لازم تجيبوا فلوسي الاول. واو، مدرب اكيد هيدربني ويخليني اسرع. لاتس جو، انا معايا 500 جنيه، خليني اجرب اعمل دلوقتي. وبعدين بس في الواد بقى، الواد اتاخر جدا، ازاي بس اتاخر ابو داري؟ صباح الخير. صباح النور يا ابو الحده، انت الواد اللي كنت بتشارك في السباق ده اول اللي وقعت كده من على الحديده زي الفار. ايه ده؟ انت حضرة المدرب كمان بتتريق عليا؟ انا جاي معاك عشان اتدرب واكسب في المسابقة الكبرى واخد 1,000,000 روبوكس، وما تقلقش هديلك منهم 10 روبوكس. ايه ده؟ تديني منهم كام اخويا؟ 10 روبوكس؟ لا يا حبيبي، تديني بس بقى الاشتراك الشهري بتاعي ب 500 جنيه، معايا 500 جنيه ولا لا؟ ايوه يا حضرة المدرب، بص معايا 500 جنيه اهي، وصدقني بص هديلك فلوس اكتر لو ضربتني، انا عاوز اتدرب من دلوقتي. هات بس 500 جنيه بس كده اول، ها اول كده. بص بقى، انت عشان تتدرب كده اول، بص تعالى كده اول في الحته دي، شايف الحته دي متزحرجه؟ ايه ده حضرة المدرب، انت قصدك ايه؟
هولي مولي، ده جبل طويل. ايوه بابا، وش انا عاوزك تنزل تقف ساعة توصل لحد قد كده. اول ايه؟ اوصل لحد الارض ليه؟ انت شايفني ايه؟ شايفك سلحفة وعاوز تكون سريع، لازم تضرب كده اول. اه بتضربني ليه بس على وشي؟ عشان انت تتابع مش بتسمع كلام المدرب. ايه ده؟ إيه ماشي حضرة المدرب، بس الجبل طويل، خلينا احسب المسافة. يوبا انت ليش هتحسب المسافة يلي مفيش وقت؟ يا دماغي حضرة المدرب، حرام عليك. لا يا ضرب، ايه ده اللي حصل لي؟ يا رجلي، ده انا اتعمل مني بطاطس محمرة. وليه كده على اي جنب ننزل ناكل بطاطا وكمان نقزقز لب ونحلي بالشوكولاتة ونجيب حمص بالشتة وهنلعب حتى يبتة وهنتنا تتتي. يا دماغي، مين ده بس اللي بيغني؟ ايه ده المدرب؟ انكبي حتون ديجن ديجن وتحتن ديجن 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 وعود قدام ديجن ديجن ودبي حوشن ديجن ديجن وتحتن. صباح الخير. ازيك يا واد انت يا نوب؟ ايه اللي واد ام الشاع؟ قدامنا تدريب كتير. اقوم يا ده، رجلي شكلها اتكسرت. ايه ده بجد؟ كده انت بوش بقى لازم تشيلها وتحط واحده جديده. برافو عليك، شفت اللي حصل لك من ورا الحلم بتاعك؟ اديك كسرت رجلك. يا عمي انا نفسي اكون متسابق، ما اتكسرتش ولا حاجه، انا بس ريح بقالي 5 ايام اهو، ان شاء الله تكون بخير دلوقتي. اخدر ليموني، اخدر ليموني. شبه ليكو، هتعمل ايه دلوقتي؟ شبه ليكو، ايه في اكل ولا ايه ده؟ اكل ده كله. شبه خير. مين الواد ده؟ ايه ده عم مصطفى؟ ده المدرب بتاعي. ده خلص التفاح. ايوه التمام، ما نخليش كله، ودلوقتي هخلص الموز كمان، مش هخلي ولا واحدة. ايه البهزلة دي؟ خلص الموز والتفاح. ابو علي انا هطلع بسرعة جهز نفسي عشان نروح الشركة، الواد ده ما يكونش هنا، ده منظر مدرب. يا سلام، موزة جميلة. وانا ابو علي، مين الراجل ده هو؟ الراجل ده عمي، اخو بابا. طب ماشي بقى، بحيث كده خلاص، انا افتكرته كده اي واحد غريب. واحد غريب يكون قاعد في بيتي بيفطر ازاي؟ طب يلا بس عشان عديت اجيب بقى كتير كده اول. يلا اوكي حاضر. بليز يا حضرة المدرب حركات، انا نفسي اكسب المسابقة. يا رجلي. يلا تم عشان ادربك تدريبات مكثفة. تدريبات مكثفة؟ طب يلا بينا عشان تكون بقى بس سريع كده اول زي مدرب حركات. ايه ده انت سريع بجد يا حضرة المدرب؟ ايوه تمام يا حبيبي، بص السرعة بتاعتي كبيرة ازاي؟ انا كنت ايه ده؟ حضرة المدرب، انت بتعمل ايه؟ يا ابني بص، كان في مسمار وقع بص من الكرسي بتاعك، كنت بسلحه. ايه ده مسمار ايه؟ انت بتقول ايه؟ يلا بينا بقى، انت لازم تكشفني كده اول. ايه ده؟ هو حصل اللي يعرف يقول لي، هو فعلا وقع ولا كان بيصلح المسمار؟ مدرب حركات، يا الفلوس اللي اديت لك عملت بيها ايه؟ دفعت لك اشتراك في الجيم. وانا بقالي انا بس هكسبك المسابقة دي، ولازم بس تكسب كده ودي مليون. يلاوي كتاوي يلاوي. ولاوي انا اصلا بص حضرة المدرب، مش عاوز ارجوك، خلاص كفاية كده. الحمد لله وصلنا. ايوه كده عاش، برافو. انا عاوز كل الابطال اللي تكون في الجيم بتاعي يكونوا وحوش. برافو. 85 86 برافو. ايه ده حضرة المدرب حركات، انت جايبني هنا ليه؟ يلا يا ابني بس تتدرب، يلا مش مدرب صاحبي. يا رجلي، اتدرب ازاي؟ انا رجلي وجعاني اصلا. طب انا بس جابك عند مدرب زعبولة. انت واد زعبولة مين بس؟ ايه ده حركات الفخة؟ عاوز ايه؟ بس حركات الفخة دي بقى بص معايا واد كده، وانا عاوز اتدرب، يلا بسرعة. ايوه لو سمحت يا حضرة المدرب، انا ايه ده؟ هو ده المدرب اللي هيدربني؟ انت بتصوتك بالمدرب زعبولة؟ ايوه طبعا انا. ماشي يا مدرب زعبولة، انا عاوز اتدرب. حضرة المدرب حركات، وانا ازاي اصلا اشيل الوزن ده كله؟ ده تقيل. ايه يا ابني ده هو؟ الوزن ده اشيله بكل سهولة، ده ماشي 300 كيلو. ايه ده؟ مش عارف ممتلع مليمي، يا ده الاحمر كتير جدا. او ماي جاد، ده المدرب حركات طلع جامد، مدرب زعبولة. طبعا ايه ده؟ هو ايه الصوت ده؟ مدرب حركات شيل الوزن بشعب، مش قادر اللي هو يقع لمناخيري كسرة. يا لهوي كنت هموت،
ايه ده يا حمانيكا؟ ايه اللي ودي بالي؟ ايه تشيل الوزن بسرعه؟ اشيل الوزن لما انت ما قدرتش تشيله اصلا؟ انا لازم احاول دلوقتي ان انا اقوم من على الكرسي ده. يلا بسرعه يا ابو علي. ايه ده؟ الحمد لله قدرت اقف على رجلي تاني. يلا بيافو بيافو، وادي شعبوله جايبه بسرعه. 72 73. برافو عليك يا جون، احنا اتضربنا كتير النهارده، ما يلا بقى نمشي. ايه ده؟ جون الحق، بص الواد ابو علي اللي وقع من على الحديده بتاعت السباق جاي يتدرب. ايه ده؟ ده جاي يتدرب، تعال نشوفه. ده عاوز ينافسنا بقى ويكسبنا. يلا بسرعه عشان تشيل الوزن. اهلا وسهلا. حاضر يا حضره المدرب. ايه ده؟ او ماي جاد، جون وادم اللي كانوا بيلعبوا معايا السباق، انا جاي هنا عشان اتدرب. بس انت مش هتتدرب في الجيم بتاعنا يا حبيبي. ايه ده؟ هتدرب غصب عنك، الجيم مش بتاعكم ولا بتاعك انت كمان يا جون. ومين اللي قالك كده بقى؟ الجيم بتاعنا احنا. ايه ده؟ ايه الكذب اللي انتوا فيه؟ الجيم بتاع المدرب زعبول. زعبولة والمدرب حركات؟ ايه ده؟ كان في اتنين هنا، هما راحوا فين؟ انا هقولك، امسك يا حبيبي. يا مدرب حركات انتوا نصبتوا عليا، انت كده دفعت اشتراك للمدرب زعبولة ده وما طلعش هو صاحب الجيم اصلا. هو زعبولة بيزعبل دهون نشب علينا كده دهون؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ازاي مش هدربك من غير الجيم؟ ايه ده؟ انا جاتلي فكرة. فكرة ايه بس يا مدرب حركات؟ انا خلاص مش هتدرب معاك ولازم اتدرب لوحدي. انا بس جاتلي فكرة كداون، هدربك بس على حديدة اللي انت وقعت من عليها في السباق. وكان شكلك شباب فار كده وانت بتاع لحد ما تتدرب عليها وتكون سريع. ايه ده؟ إيه الحديدة اللي انا وقعت من عليها؟ إيه بجد؟ طب يلا بينا. يلا بشاع. ايه ده؟ مدرب حركات؟ ايه الحواجز دي كلها؟ ابدا هو الشباب بتلعب مليون بروبوكس كده اهوت، هو بوش هتلعبه كده بقى. هولي مولي، هنلعب السباق كده؟ انا لازم اتدرب من دلوقتي عشان انجح في السباق. واشهى واحد بقى بوش عندي حواجز دي هو اللي هيكسب. اوكي يا مدرب حركات، انا لازم اتدرب من دلوقتي عشان انجح في السباق. ليتس جو، خلينا نبدا صح؟ ايوه انت بقى تبدا دلوقتي، انت دي بتاعك بدا. هولي مولي السباق صعب، ليتس جو. يب يب، بعدين اتنين التالتة. هو ده بينه ينجح في الاختبار ولا ايه؟ الرابعة. يب هولي مولي، عديت أربعة والخمسة فشلت فيها. انت وين انت فشولة؟ يلا فاشل يا فشولة. يا مدرب حركات، فاشل فشولة ايه؟ المسافة كبيرة، بص ده أطول مني أصلا، عشان أنط من عليها بتاخد مجهود كبير، بص على اللي هي الحديدة أطول مني أساسا. هولي مولي صعبة صعبة. يب عديت، مدرب حركات عديتها. بعد ايه؟ انت دي مش بتعديها ده خالص، انا عاوزك تعديها كلها مش مية واحدة عشان تكسب في المسابقة. طيب حضرة المدرب، انا اصلا خلاص مش قادر النهاردة. ايه ده مدرب حركات؟ انت جاي تدربنا بالليل وفي المطر كمان، الجو تلج يا مدرب حركات. ايه من اللي انت بتقوله ده اول؟ اما انا مش لابس ايه؟ بكاتي كده. ايه ده، هو انت مش بردان؟ لا طبعا، يلا بسرعة عشان تتدرب مش بقى وتكون قوي. اتدرب اكون قوي؟ انا بتدرب عشان اكون سريع. ايوه صح، نسيتني. يلا بسرعة نركب المشتكي وانت تعدي الشباك. كمان؟ استنى طيب، انت قصدك ايه؟ يلا بنشوف مين اللي هيكسب، انا بالمشتكي وانت برجلك. ايه ده؟ استنى، يا نهار زبادي، التدريبات الصعبة دي. بس فعلا عشان اكسب السباق لازم اتدرب تدريبات صعبة مع المدرب حركات. يلا بينا، اول واحدة، التانية، يب كنت هقع التالتة، الرابعة، السباق صعب، السبعة، او ماي جاد، تمانية، تسعة، عشرة، 11، ليتس جو. فشلت في الاختبار. ايه ده؟ فشلت ايه بس يا مدرب؟ ما انا عديتهم. مش انا مش اللي كسبتك كده. ايه ده؟ طب ما انت ماشي بموتوسيكل. مش انت متسابق، لازم تكون سريع كده مش زي السلحفة. إيه على فكرة السلحفة بطيئة، يعني هات حاجة أسرع. ايه ده السلحفة بطيئة؟ انت مش انت لازم تجري بسرعة زي الفيل. ما هو الفيل بطيء برضه، هات حاجة أسرع. ايه ده؟ الفيل لسه بطيء من ساعة ما كنت بتكلم بمذيع، لسه ما اتدربش وبقى سريع ولا ايه؟ اخر فرصة ليك دلوقتي. ايوه انا بدرب حركات عشان خلاص بكره المسابقة وده اخر تدريب ليا. يلا انا جاهز. يلا مش قادر اروح، وانت تعالى ورايا. طيب طيب حضرتك المدرب، روح براحتك، على فكرة انا بقيت سريع. يب تدريبات تدريبات، ايه اللي بتعمل فيا كده؟ ليتس جو، هكسب المدرب حركات. يب كسب، او ماي جاد على السرعة بتاعتي.
بيف عليك وبتشكلي حاجش ان هو كان بطيء. ايه ده موتوسيكلك مش بطيء، انا اللي بقيت سريع يا مدرب حركات. روح امشي هناك وانا اوريك سرعتي. اوكي بص مدرب حركات مشي، ليتس جو. حاول اسبقه، هو كان بادئ من قبل كمان. يب قدرت اسبقك تاني. واجب علي انت كده ماشي ممكن تكسب المسابقه. انا فعلا لازم اكسب المسابقه واخد المليون روبوكس دي. وتديني انا ماشي بالمليون روبوكس دي. ماشي ماشي بشوف الموضوع ده بعدين، مكسب الاول. أعزائي المشاهدين في كل مكان، رجعنا ليكم بالمسابقة الكبرى، مسابقة المليون روبوكس، ومعانا المتسابق الأول وهو آدم اللي كسب المرة اللي فاتت. وأكسب المرة دي برضو. ومعانا المتسابق اللي احتل المركز الثاني في السباق المرة اللي فاتت، جون. أيوة أنا، والمرة دي لازم أطلع الأول. ومعانا آخر متسابق أبو علي اللي وقع من على الحديدة في السباق المرة اللي فاتت. ايه ده مفيش حد شجعني للمرة التانية، انا لازم اثبت العكس وما خليش الناس تأثر فيا ولازم اكسب. حتى المدرب بتاعي مش بيشجعني اصلا، يا مدرب حركات شجعني. تمام تمام يا واجب علي، اشجعك دلوقتي. ابو علي هو اللي يكسب. ابو علي. ومعنا المدرب بتاع ابو علي طبعا اللي كان بيدربه الفترة اللي فاتت. ايه ده على فكرة انت كده مش بتشجعه. انت كده بتحطمه. برافو عليك يا مدرب حركات. ايه ده يا نهار زفت، ادي كتب ابو علي وعامل لي كده ان انا اخسر. يا حركات يا نوب. انا وين بشها بشجعك اهو. ارفع طيب الايد، اعكس الايد خليها لفوق. يا ابني مش هعمل لك كده بقى شمالي تحت، عشان كده بعرفك ان انت مش بقى تكسب. المدرب بتاعك النوب عارف ان انت هتخسر. يا مدرب حركات اعكس الايد دي. طيب خليها اهو كده، يعني بقى مظبوطه ولا تحت كان شكلها احسن. ابو علي. وكده اعزائي المشاهدين السباق بتاعنا يبدا، جهزوا نفسكم وهو سباق المتسابق الواحد، اسرع واحد هيعدي الحواجز ويوصل لخط النهايه هو اللي هيكسب المليون روبوكس، واي متسابق هيلمس الحواجز هيخسر فورا، والمتسابق ادم هو اول واحد معانا. يلا جهزوا نفسكم 3 2 1. انا اللي هكسب. برافو عليك ادم، اسرع. لازم استخدم كل سرعتي بسرعه. برافو المتسابق ادم، عدى كذا حاجز. المتسابق ادم في طريق الخط النهاية لكن وقع في آخر لحظة، وكده يكون المتسابق آدم خسر للأسف، وكده يكون المتسابق الثاني جون هو اللي عليه الدور. مش ممكن آدم خسر، أنا اللي عليه الدور دلوقتي، أنا مش لازم ألمس أي حواجز. يلا يا جون 3 2. اشتبش حاجة تبجي عشان واحدة بس كده. هو أنت بيقلدني ليه؟ ما أنا خسرت وبشجع صاحبي جون. جون جون إيه ده جون؟ أنا باجي في جون دلوقتي يا حبيبي، امشي. محدش قال حكات، يلا حد تبجيع كملي السباق. اوكي 3 2 1. يلا بينا. ايوه كده برافو عليك يا مدرب حركات، خلينا مسيطرين. اهم حاجه ملمس الحواجز اول حاجز، الثاني الثالث. المتسابق جون يعدي الحاجز الرابع والخامس وفي طريقه للفوز، وكمان معدي الحاجز قبل. لا 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 هيكسب، كسب. وطبعا الوقت بتاع المتسابق جون زار قدامكم دلوقتي. يا رب اكون عديت في وقت سريع. ومعانا المتسابق الثالث ابو علي، اخر سباق كان واقع من على الحديده، نتمنى انه ما يقعش المره دي ويقدر يعدي السباق. اخر سباق وقعت بسبب الحاجز، مش لازم كلام الناس ياثر فيا. الخسران وقع من على الحاجز. العاوز يخسرني ايه؟ ايه ده مش انت المتسابق اللي اتشقلبت من على الحاجز؟ انا وقعت يا حضره العم، ده ما اتشقلبتش اي حاجه. اهم حاجه لما كنت بتفرج على السباق على التلفزيون ضحكت عليك. للاسف كل الناس بتتريق عليا حتى العمده عشان انا خسرت. عشان كده سيبك من السباقات والحلم بتاعك الفاشل. مش هخلي كلامهم ياثر فيا ولازم اكسب السباق. 3 2 1. مش ممكن، المتسابق ابو علي بيعدي حاجزين في نقطة واحدة. واو، وبعد الأداء المذهل ده المتسابق ابو علي هو اللي يكسب معانا، بحيث ان هو عدى السباق في وقت أسرع. بابا ليك يا ابو علي، هات مليون بوكس يلا. ايه ده مش ممكن، حضرة المدرب انت ازاي دربته كده وخليته سريع؟ دربني. طيب يا حبيبي انا مش هدربك دلوقتي، امشي. واي حد كده حكاتي دربه ولا ايه؟ ده نادي ليفربول كلمني وانا ما اديتش راح ادربه. وقبلها نادي برشلونه وكمان نادي ريال مدريد. الفايز معانا بالمليون روبوكس هو بالي. برافو برافو، انا كنت واثق ان انت متسابق شاطر،
وهيجي عليك يوم بتكسب. شكرا شكرا لحضرة العمدة. اللي بقى حديت يا عمدة بشوق هاتي مليون من البوكس يلا. ايه ده مين ده؟ ده المدرب بتاع حضرة العمدة. باين عليه مدرب شاطر قدر يخليك تفوز. المدرب حركاته اقعد يلا عشان يديني الروبوكس. ايوه كده طبعا يا حضرة العمدة، المدرب ده شاطر جدا. هات الروبوكس يلا. طيب ماشي، مبروك عليك المليون روبوكس، امسك. او ماي جاد، يا نهار زبادي، واو ايه الروبوكس ده؟ يا لهوي الفلوس خربت الساعة. ايه ده خربت السقف بتاع المكان؟ هي واصلة للسقف بتاع المكان؟ ماشي حضرة العمدة شكرا. يا سلام معايا فلوس كتير واو، وانا بقالي الفلوس دي كلها. مليون روبوكس يا مدرب حركات. مبروك عليك المليون روبوكس يا ابو علي، اما الفشل اللي هناك دول ازاي يقدر يكسبكم كده؟ حضرة العمدة انا وقعت في السباق، ممكن استريح، رجلي وجعاني من ساعتها. لا مش ممكن طبعا، اللي يقعد اللي طالع المركز الاول هو مدربه، عشان كده. صح يا ابني، انت طلعت المركز الثاني صح؟ انت ليك جايزه، اللي بيطلع المركز الثاني بيبقى ليه جايزه. امسك تمثال العمده، اتفضل ده من حقك. طيب ماشي يا عمده هات التمثال. شكرا يا عمده انا ماشي. ايه ده انا كل ما اجي للعمده ده يديني تمثال؟ مديلي تمثال اعمل ايه بس بيه؟ ده مش عاوز التمثال بتاعه، هعمل بيه ايه؟ مش عاوزه. وانت واقف مستني ايه؟ ايه ده حضرتك العمده مفيش اي حاجه يعني؟ مش هتديني اي حاجه كده؟ لا ما انا مش همشي الا باخد حاجه. ايه ده الواد ده عاوز ايه؟ انا اقول لك حضرتك يا عمده، الواد ده واد عاوز ايه؟ انت واد مش بتحارب يا واد، امشي. خلاص خلاص مش عاوز حاجه. انا ماشي سلام. اوكي وصلت على البيت عمي، انا قدرت افوز في السباق. انا كنت واثق ان انت هيجي عليك يوم وتحقق حلمك وتكسب السباق ده. او ماي جاد ازاي يا عمي؟ انت قلت ان انا مش هكسب السباق خالص. لا يا ابو علي، الابطال اللي زيك لازم يحققوا الاهداف بتاعتهم. قولي مولي كلامك اتغير خالص يا عمي، اهم حاجه ان انا قدرت اكسب السباق بفضل المدرب حركات طبعا. شكرا لحضره المدرب. ايه شكرا دي؟ انا مش عاوز شكرا، انا عاوز الهرم اللي انت كنت ماسكه. ايه ده الهرم قصدك ايه؟ ده انت ماشي، ما انا اديلك شويه. لا يا حبيبي انا مش عاوز شويه، انا عاوز كله. ايه ده ايه كله دي؟ لا طبعا انا اللي تعبت في السباق وكسبت بمجهودي، انا اللي خليتك تكسب. طب ما انا اديلك شويه عشان انت ضربتني، لكن كله لا طبعا. وانا بقول لك هاخده كله بقى. لو هي تنزل اكتبه في الكومنتات، المدرب حركات يستاهل ياخد الروبوكس كله ولا لا؟ انا مش هديلك غير مش ممكن افكر ادوم لك كلهم. طلع لو انزل اكتبه بسرعه.